وللحديث عن هذه المباراة يلتحق بنا عبر سكايب من قطر الإعلامي إسلام بقرعة. مرحبا بك إسلام. مساء الخير، مرحبا بكل المتابعين الكرام. أهلا بك إسلام. إذن البداية، غدا ستلعب أول مباراة في نصف النهائي بين كرواتيا والأرجنتين، كيف تنظر إلى هذه المواجهة الصعبة والتي ستكون فيها أكيد العديد من السيناريوهات؟ أكيد عودتنا هذه كأس العالم أو مباريات كأس العالم في هذه النسخة على المفاجآت والعديد من السيناريوهات التي شاهدناها منذ انطلاق المونديال. مباراة غدا الثلاثاء ستكون هي الأخرى قوية وننتظر منها كل شيء، بين منتخب أرجنتيني مرشح للتتويج باللقب الثالث ويسعى أيضا للتتويج باللقب الثالث بقيادة ميسي الذي يلعب فرصته الأخيرة ربما هذا المونديال الأخير في تاريخ أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، أمام منتخب يلعب كرة جميلة، يلعب كرة جيدة، يدافع بطريقة ممتازة، أثبت أحقية تواجده في نصف النهائي للمرة الثانية على توالي. منتخب الكرواتي الذي أخرج المنتخبات الكبيرة والمنتخبات التي كانت مفاجأة في هذا المونديال، اليوم سنواجه أو سنشاهد مواجهة بين منتخب يعتمد على هجوم سجل 9 أهداف خلال المونديال لكن عنده بعض المشاكل في الدفاع عندما تلقى خلال 5 مباريات 5 أهداف أي بمعدل هدف في كل مباراة، أمام المنتخب الذي يعرف كيف يسير المباريات رغم أنه تأخر في النتيجة كم مرة في هذا المونديال لكنه يعرف كيف يعود ويسير اللقاء، رغم أيضا أنه لا يملك النجوم الكبيرة مقارنة بالمنتخب الأرجنتيني لكن أعتقد أنه يملك واحد من أقوى وسط الميدان مشارك في المونديال أو في العالم، أتكلم على لوكا مودريتش. صحيح إسلام، الأرجنتين تعول على نجمها كما ذكرت ليونيل ميسي أمام كرواتيا بقيادة أيضا لوكا مودريتش، هل سيكون ثقل هذه المباراة على هذين القائدين؟ وهذا ما قلته، الميزة الوحيدة في منتخب كرواتيا أنه يعرف كيف يسير مبارياته، شاهدناه من قبل، إن لم يكن مودريتش في يومه سيكون كوفاسيتش في يومه سيكون بروزوفيتش وكل واحد يغطي على الآخر، يعني منتخب كرواتيا يعتمد على روح المجموعة دون أن ننسى الدور الكبير الذي يؤديه مودريتش وكأنه في عمر 20 كما يشبه أو يتكلم عنه الكثير عندما يلعب مبارياته. مودريتش يلعب دور فعال في منتخب كرواتيا لكن المجموعة في روح المجموعة التي يتمتع بها هذا المنتخب كما شاهدنا في المباريات السابقة ربما هو الذي صنع الفارق، عنده مدافعين أثبتوا أيضا قوتهم ربما مزيج بين الخبرة والتجربة، أتكلم عن ديان لوفران وكذلك المدافع الشاب ذو 20 سنة الذي يلعب في محور الدفاع. أما بالنسبة للأرجنتين ربما الاعتماد ليس الاعتماد فقط على ميسي، صحيح هو واحد من أحسن اللاعبين ومركز قوة المنتخب الأرجنتيني لكن هناك لاعبين قد يعتمد عليهم المدرب الأرجنتيني للتمكن من التفوق على المنتخب الكرواتي الذي دائما ما يركن إلى الدفاع. إسلام، تحدثنا عن المهاجمين وتحدثنا عن المدافعين، الأرجنتين أيضا لديها حارس مميز وهو مارتينيز الملقب بديبو، حارس بارع قد يصنع الفارق، وكرواتيا بتألق أيضا حارسها ليفاكوفيتش ونجح أيضا في أكثر من مناسبة في قيادة كرواتيا إلى هذا الدور، المنتخبان يملكان حارسين من طراز الرفيع. أكيد ليفاكوفيتش أثبت في المباريات السابقة أنه واحد من العناصر الفعال ليس فقط مودريتش كما كنت أقول منذ قليل، أيضا الأرجنتين ربما لأول مرة تملك حارس ممتاز اسمه مارتينيز، حارس أستون فيلا الذي يؤدي دورا كبيرا فيما وصلت إليه الأرجنتين في هذا المونديال. الأرجنتين ربما في السابق كانت تعاني من غياب أو من نقص الحارس أو غياب الحارس المميز ربما ليس بنفس مستوى اللاعبين، نتحدث عن روميرو أو كابايرو اللذان كان قبل في الفترة الماضية، اليوم الأرجنتين تملك حارس ممتاز مميز واحد من أحسن الحراس في العالم يلعب في الدوري الإنجليزي، ربما لحد نقاط قوة هذا المنتخب رغم أنه دفاعه يتلقى الكثير من الأهداف مقارنة
بدفاع المنتخب الكرواتي. ايضا منتخب كرواتيا حارسه ليفاكوفيتش حارس دينامو زاغرب اثبت ايضا انه مميز وواحد من احسن الحراس. خلينا نقول هذا مونديال الحراس اين صحيح. شاهدنا تألق العديد من الحراس في هذا المنتخب. صحيح اسلام، كرواتيا دخلت في المباراه الماضيه امام البرازيل بدون مركب نقص وعرفت كيف تقصيه من المسابقه، كيف تتوقع ان تدخل كرواتيا امام الارجنتين الذي يعول هو الاخر على سرعه مهاجميه لاختراقي جدار كرواتيا؟ ربما هذا المنتخب كسب ثقه كبيره خاصه وانك تقصي المرشح الأول للتتويج بالمونديال المنتخب البرازيلي الذي جاء وهدفه هو حمل اللقب السادس. اليوم المنتخب الكرواتي عرف كيف يسير هذا اللقاء وتوج أو فاز عفوا بالمباراة بعدم المغامرة والهجوم أو فتح المسافات. هكذا أعتقد أن زلاتكو داليت سيدخل بنفس الخطة التي لعب بها أمام المنتخب البرازيلي، باعتبار أن المنتخب البرازيلي أيضا يملك لاعبين يتميزون بالسرعة، فينيسيوس وكذلك رافينها وحتى المهاجم ريتشارليسون. اليوم المنتخب الكرواتي أيضا سيحاول السيطرة على وسط الميدان ببروزوفيتش، لوكا مودريتش وكوفاسيتش ومحاولة مخادعة الدفاعات للمنتخب الأرجنتيني. أعتقد أن الدفاع هذا الذي يعاني كثيرا في